قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه استعرض خلال محادثاته مع رئيس وزراء أرمينيا الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتلة. أكد الرئيس السيسي أنه يتحتم تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة. قد استعرضت مع فخامة رئيس الوزراء الأرميني الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتل وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخراب. كما أكد الرئيس السيسي أيضا دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز. هذا وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر وعلى مساندتها الكاملة للحوار والتفاوض بما يحقق مصالح شعوب المنطقة. أكدت خلال المباحثات على دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز ومساندتنا الكاملة للحوار والتفاوض كإحدى أدوات حل النزاعات، سعيا لتحقيق السلام العادل والشامل والسماح بتدشين مرحلة جديدة من النمو والتنمية.